مساء الخير على كل عشاق ومحبي النادي الاهلي ومتابعي قناه الاهلي وجماهيره الوفيه في كل مكان. مساء الخير على كل اهل مصر الطيبين، كل سنه وحضراتكم طيبين. 4 رمضان، الايام تمضي مسرعه وبنتمناها يا رب ان شاء الله ايام خير وسلام تعدي المرحله الصعبه اللي بنعيشها الحقيقه من فتره طويله، لكن ربما تصاعدت هذه الايام مع زياده الاصابات بفيروس كورونا. بندعي المولى سبحانه وتعالى انه يعفو عنا ويصرف الوباء عن الانسانيه جمعاء ببركه هذا الشهر الكريم. حلقه جديده معاكم النهارده من الاهلي في رمضان، الجمعه الاولى ايضا في رمضان، وزي ما قلنا لحضراتكم بتوافق الرابع من هذا الشهر اعاده الله علينا وعليكم وعلى الانسانيه بالخير واليمن والبركات. عندنا موضوعات كبيره هنناقشها، هنعرف حضراتكم كل اخبار فرقنا الحقيقه اللي لعبت النهارده في الصالات، بنستعد لمباراه كبيره بينتظرها عشاق كره القدم مع نادي الزمالك يوم الاحد الجاي ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الحقيقه في اخبارنا وكمان نقول لكم مين النجم الكبير اللي هيكون معانا النهارده ضيفنا، خلوني ارحب بنجم اخر صاعد من ابناء وشباب النادي الاهلي اللي شهادتي انا شخصيا مجروحه فيه ومتنبئ ليه ان شاء الله بمستقبل واعد في مجال الاعلام، اخويا محمد فارس. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ شريف، وسعيد ان انا مع حضرتك، وسعيد ان احنا بنطل على الاهلاويه من بيتنا قناه النادي الاهلي، خصوصا لو في يوم كان النادي الاهلي فيه بيأبى الا ان ينال فرصه تانية في تحقيق لقب مهم. وكل سنه وكل الاهلاويه طيبين، شهر رمضان دايما بيشهد انتصارات للنادي الاهلي. ان شاء الله كل يوم جمعه هنكون معاكم انا واستاذ شريف فؤاد اللي بسعد وبتشرف بصحبته في برنامج الاهلي في رمضان، بنطل عليكم كل يوم جمعه ان شاء الله، نقدم لكم كل مره جديد ومعانا نجوم كتار ونجوم فن نجوم رياضه النهارده، لان هي مباراه القمه كنا حريصين يكون معانا كابتن رمضان السيد. هنتكلم معاه في حاجات كتير، هنفتح ذكريات، وكمان هيقول لنا توقعاته لمباراه القمه، وان شاء الله تكون رحله شيقه. حابب اقول لكم بمناسبه مباراه القمه ان اول قمه في الدوري اقيمت في رمضان كان 7 رمضان 57، والنادي الاهلي حقق الفوز بهدفين للكابتن الدزوي، وكالعاده ان شاء الله تكون اخر قمه برضو نصيب النادي الاهلي الفوز ان شاء الله. يا محمد ان شاء الله خليني بس يعني اثني عليك واحييك، ببقى سعيد قوي بشباب النادي الاهلي اللي بيبقوا حريصين الحقيقه على الاحصاءات والبحث والتنقيب عن التاريخ، لانه دي حاجات مهمه جدا الحقيقه نعيد تذكير جمهور النادي الاهلي بيها. ومحمد حقيقه واحد من هؤلاء الاعلاميين الشغوفين بالارقام والتحليلات، فانا شخصيا اول مره اعرف انه اول قمه في رمضان كانت سنه 57، ده شيء عظيم. لكن عايز اقول لحضراتكم النهارده قبل كمان يعني ما نستزيد في الحديث عن مباراه القمه المرتقبه، وان شاء الله مباراه وتعدي، حضراتكم عارفين انه ايام رمضان في اصابات كتير في النادي الاهلي الفريق الاول، في تلاحم مباريات وضغط مباريات كبير، وبالتالي ايا كانت النتيجه اللي بنتمناها طبعا فوز لفريقنا كالمعتاد، لكن في كل الاحوال هي في النهايه مباراه في كره القدم بين فريقين شقيقين في شهر كريم تخرج بشكل محترم باذن الله. النهارده كمان فريق كره اليد، الفريق الاول لكره اليد بقياده الكابتن طارق محروس، يعني للاسف في الثواني الاخيره تعادل في مباراه الديربي مع نادي الزمالك، وبالتالي هيكون في مباراه فاصله لحسم لقب الدوري يوم الاثنين المقبل. فعايز اسال محمد عن شويه تفاصيل في المباراه، هو تابعهم الحقيقه وتابع اداء فريقنا. اعتقد المباراه كنا في الشوط الاول يعني حسينا ان حظوظنا في المباراه بتتراجع جدا، ولكن كعاده شخصيه لاعبي النادي الاهلي اللي استجمعوا شخصيتهم، ومش اي فريق يقدر الشوط الثاني يرجع يعوض فرق النقاط اللي احيانا وصل لست نقاط، وكنا قدرنا فعلا نقدم مباراه الشوط الثاني جيده جدا. صحيح. حسينا بشخصيه النادي الاهلي، حسينا بثقه النادي الاهلي، حسينا ان احنا فعلا قريبين من ان احنا نحقق اللقب اللي في رايي كان مستحق حسمه النهارده، ولكن مش هنتكلم في التحكيم ومش هنرمي دايما على ظروف تحكيميه، ولكن عجبني مدرب النادي الاهلي استاذ شريف ان هو قال
بعيدا عن فكرة الفوز من عدمه، تكلم في مبدأ وهو ان اللاعب اللي دايما يحس ان النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي في لعبة كرة اليد ده دايما هيأثر على شخصيته بالسلب، وكويس جدا ان هو قف عند الحتة دي، مش فوز او خسارة بطولة انما مبدأ الظلم اللي بيتعرض ليه كتير النادي الاهلي في كرة اليد. صحيح، موافقك، لكن خلينا نتفق انه كمان اللعيبة كانوا على قدر المسؤولية. حارس المرمى النهاردة ادى اداء رائع، عبد الرحمن طه في غياب الطيار. أنا متصور أنه لو نفس الروح ونفس الأداء يوم الاثنين يا محمد إن شاء الله نحسم هذه المباراة من بدري. كمان في عدد كبير من الشباب، يعني أصحاب الخبرات اللي لسه مش كبيرة في عالم كرة اليد، لكن كلنا ثقة في الكابتن طارق محروس وفي كاتبته إن شاء الله في تحقيق هذا اللقب بإذن الله. عايز أنتقل معك كمان ويعني بس يعني ننعى ونتقدم بخالص التعازي الحقيقة لأسرة كرة القدم بشكل عام ولأسرة نادي غزل المحلة بشكل خاص في وفاة الكابتن إبراهيم يوسف، واحد من نجوم نادي غزل المحلة منتخب مصر السابقين. ومجلس إدارة النادي الأهلي كعادته الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريص أنه ينعى هذا الفقيد الراحل ويتقدم بخالص العزاء لأسرته ولأسرة الرياضة المصرية بشكل عام. رحم الله الكابتن إبراهيم يوسف نجم نادي غزل المحلة، وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. الحقيقة كابتن إبراهيم يوسف كان من الشخصيات الخلوقة جدا اللي دايما بتدي رسالة، وفعلا أي حد في المجال الرياضي لازم يعرف أن السيرة هي اللي أنت بتتركها. شفنا بشكل واضح ازاي كابتن ابراهيم يوسف كان في حاله حزن في الوسط الرياضي عليه، البعض لا ينسى رد الجميل واكيد منهم كابتن وائل جمعه اللي كان حريص ان هو ينعي الفقيد، واكيد الرياضه افتقدت واحد من الطيبين الودعاء اللي احنا تعودنا ان هم موجودين في ملاعب الكره المصريه. رحم الله الفقيد والهم اسرته الصبر والسلوان. الحقيقه النهارده زي ما قلنا لحضراتكم الاستعدادات على قدم وساق لمباراة كرة القدم أمام نادي الزمالك يوم الأحد القادم. فريق الأول لكرة القدم النهاردة على ملعب مختار التتش قدر يواصل الحقيقة تدريباته تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، وكمان كان في جمل تكتيكية وتوقفت الحقيقة التدريب لأكثر من مرة بعد تدخل المدير الفني لتوجيه بإصلاح الأخطاء للتدريب على جمل معينة. وبعد التدريب الفريق دخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة هيستمر 48 ساعة. زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الفني كمان عمل تقسيمة قوية جدا بمشاركة حارسين لتجهيز اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية. موسيماني كان بيتابع كل صغيرة وكبيرة في التدريب واتكلم مع اللاعبين كتير زي ما قلت لحضراتكم عشان يصحح الأخطاء اللي بيقعوا فيها. التدريب خلص وتوجه الفريق مباشرة إلى معسكره المغلق استعدادا لهذه المباراة اللي الجماهير بتعتبرها بطولة خاصة وبتنتظرها، والفوز طبعا أيا كان ظروف الفريقين ووضعهم في الجدول بيكون لها طعم تاني ومذاق خاص عند كل عشاق الأهلي. عايز أقول لحضراتكم أن المباراة دي الكل في الأهلي مركز فيها، الكل على قلب رجل واحد عشان نحقق المهمة اللي فعلا هتفرق معانا في لقب الدوري. حاب كمان أقول أن رغم الإصابات ورغم الظروف الصعبة جدا اللي النادي الأهلي بيمر بيها، كلنا ثقة في لاعبينا أن هم هيحاولوا على الأقل زي ما قال مستر مانويل جوزيه ما قلته الشهيرة، الأسوأ من الهزيمة هو عدم القتال من أجل الفوز. وعشان كده كعهدنا بلاعبي النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله اللعيبة تكون في الموعد. حاب أقول إن في القمة 121 لعبنا 120 قمة في الدوري، فاز الأهلي 45 مرة وتعادل الفريقين 48 مرة وفاز الزمالك 27 مرة فقط. ومستر بيتسو موسيماني بيحمل رقم مميز مع نادي الزمالك في 5 مواجهات قدر ينتصر في 4 مواجهات، وكمان لمواجهتين ببطولتين، بطولتين أفريقيا كان حققهم بيتسو موسيماني على حساب نادي الزمالك وفقل حسن سواء مع سان داونز أو مع الأهلي. عشان كده احنا بنثق إن شاء الله إن عندنا القدرة إن احنا نحسم اللقاء، ومهم جدا ان يكون عندك في المباراه لعيبه بخبرات كابتن وليد سليمان اللي مسجل 4 اهداف في نادي الزمالك، هو من الجيل الحالي يعد هداف الفريق، وان شاء الله نشوف ده في ارض الملعب.
مهم نقدم مباراة يعني جيدة زي ما قلنا محمد، واللاعبين يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر اسم النادي الأهلي العظيم، وإن شاء الله يدخلوا السرور على عشاق وقلوب جماهيرهم. تعالوا نعرف أكتر عن استعدادات الأهلي بعد ما نشوف هذا التقرير، أو نشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم بإذن الله. ثماني وأربعون ساعة تفصلنا عن القمة الكروية رقم 121 التي تجمع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك على استاد القاهرة الدولي في سهرة كروية رمضانية في 9:30 من مساء الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، مباراة يدخلها المارد الأحمر تحت شعار لا تراجع ولا استسلام عن 3 نقاط، حيث يستهدف نادي القرن المضي قدما في رحلة الدفاع عن لقبه المحبب والمفضل له ولجماهيره العريضة. ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع مؤقتا بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من خوضه 11 مباراة بواقع الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة، وله أكثر من 3 مباريات مؤجلة حتى الآن. وتمثل القمة 121 التي ستكون دون أدنى شك مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك، تحدي جديد بالنسبة للمارد الأحمر رغم الظروف الصعبة والغيابات المؤثرة والتي وصلت ل9 غيابات بداعي الإصابة حتى الآن، فالأهلي دائما بمن حضر وسيكون جاهزا للفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية. وانتظم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بدءا من مساء اليوم في معسكر مغلق يسوده جو من الجدية والتركيز والالتزام عقب الميران، وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال التدريبات بشرح عدة أمور مهمة خاصة بمباراة القمة المرتقبة يأتي في مقدمتها عملية إفساد مفاتيح لاعب الزمالك. كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن كيفية تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام الزمالك رغم أزمة الغيابات التي ضربت صفوف الأحمر في الفترة الحالية. واستعان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بآخر 5 مباريات لعبها الزمالك في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل دراسة المنافس بشكل جيد قبل قمة الفريقين. ويتطلع موسيماني للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض من أجل تحقيق الفوز عليه. وكان التقى الفريقان في 120 مواجهة من قبل في مسابقة الدوري الممتاز، فاز النادي الأهلي في 45 مواجهة مقابل 27 مواجهة لصالح الزمالك، وانتهت 48 مباراة بالتعادل بين الفريقين. كما سجل لاعب الأهلي نحو 149 هدفا خلال 120 مباراة، فيما سجل الزمالك 103 هدف فقط. بيدور يمين عماد متعب. شفنا الاستعدادات، النادي الأهلي بيستعد بالشكل اللي يليق بالمباراة. ولكن قبل ما نستقبل ضيفنا وقبل ما نطلع لفاصل، هستغل ان معايا حد عنده خبرات إعلامية وبيتحدث دايما برصانة وبهدوء عشان أناقشه في ظاهرة إعلامية نتكلم فيها وشفناها اليومين اللي فاتوا. شفنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، الميكيافيلية الإعلامية عند البعض اللي كان بيقول فكرة أنا مش هلعب بحكم مصري، بقى دلوقتي بيقول لأ أنا عايز ألعب بأي شكل، المباراة ما تتأجلش، ويجاهر بأن النادي الأهلي عنده إصابات، مفيش مبدأ. شفنا كمان لاعب زي الشناوي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بيكون في كلام عن إن اللاعب مسحته التالتة هتطلع سلبية لأن ممكن كل شيء يتلعب فيه. أنت متخيل بدل الروح الرياضية بتتمنى اللاعب السلامة بتفكر وبتتعامل إعلاميا بالشكل ده. حضرتك بتشوف الظاهرة الإعلامية دي والمستوى ده من الحديث اللي بيكون مرسل واللي بيثير التعصب، حضرتك شايفه إزاي؟ هي دي مشكلة طبعا يا محمد، أنا متفق معك. إحنا تعلمنا زمان في أبجديات الإعلام يعني أنه الإعلام يخلق له أرضا ويؤثر فيه، وبقدر ما بيكون خطابك الإعلامي هو خطاب واعي ومحترم وبعيد عن فكرة التعصب والتطرف وبث الكراهية، بتقدر تصنع إعلام جيد ومحترم
يسهم في الحفاظ على وجدان هذه الأمة زي ما بنقول. في النهاية حتى اللي بينتمي أي انتماء أيا كان نوع هذا الانتماء، مش بالدور الرياضي بس، أنت الكل ينتمي إلى وطن واحد طبعا. والمظلة الكبرى التي تظلل على الجميع هي مصر. فالحقيقة إنه بعض التصريحات اللي بتخرج من المعسكر الآخر، بعض المواقف، بعض التصرفات، لا بتدعو فعلا إلى نوع من الدهشة، من الغرابة. لكن احنا تعلمنا وتعودنا في النادي الأهلي، وده النهج الحقيقة اللي احنا بنمشي عليه، انك بتشتغل على نفسك، لا تنظر ابدا الى المنافس، ولا تعول على تصريحاته، ولا تعول على مواقفه. بتاخد انت المواقف اللي بتتسق مع قيم النادي الاهلي ومع مبادئه ومع مصلحه النادي. واحيانا كتيره النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقه، وده واضح جدا حتى في عهد الكابتن محمود الخطيب، انه بيعلي من قيمه المصلحه العليا بعيدا عن النظره الضيقه للمنافسات. وانا تابعتكم الحقيقه كتير، سواء في اطلالتك او في كتاباتكم، قدمتوا نماذج ازاي النادي الاهلي اتصرف في بعض المواقف مقارنه ببعض التصرفات الاخرى مع المنافسين يعني. فما فيش مقارنه يعني الحقيقه، لكن هو ده النادي الاهلي يعني. حبينا ندي رساله ودرس للبعض، اتمنى البعض يقعد ويستفيد من اللي اتقال، لانه فعلا لو بص فيه هيلاقي دروس. وهكذا هو نحن، وهكذا هم. نطلع ونرجع ونشوفكم بعد الفاصل. تحية متجددة لحضراتكم، أهلا بيكم في حوارنا وفقرتنا الحوارية اللي نوهنا عنها. هتكون مع لعيب كرة قدم، واحد من يعني ايه عصر الزمن الجميل ان صح التعبير، لاعب موهوب، مدرب متميز. الحقيقة يمكن جيل الشباب ما عاصرهوش، انما كان الكابتن رمضان السيد في ملعب كرة القدم حاجة كده تستمتع بيها في خط نص النادي الاهلي. كابتن رمضان السيد، هذا المدرب الكبير وهذا اللاعب العظيم، هو ضيفنا في حلقتنا الليلة من برنامجنا الاهلي في رمضان. اهلا بيك كابتن رمضان. اهلا بيك. صحك طيب، رمضان كريم. كل سنه طيبين. كل سنه طيب. كل سنه طيب يا استاذ شريف، وكل سنه طيب يا فارس. ويعني طبعا انا في بيتي يعني، وكل سنه وكل المسلمين والعالم كله بخير ان شاء الله. رمضان اخباره ايه مع حضرتك؟ والله رمضان طقوسك المعتاده يعني رمضان. ولا اتغيرت بقى عن زمان يا كابتن رمضان؟ يعني طبعا واحنا بنلعب طبعا كانت الامور مختلفه جدا، لان يمكن جات لنا فترات كتيره الحقيقه كنا بنتمرن بالنهار يعني، واحنا بنلعب كان لسه الموضوع بحته ان انت تتمرن بالليل وبتاع ما كانش موجوده بشكل كبير، فكنا بنتمرن بنار. احنا يمكن رمضان ليه ذكرى معايا الحقيقه، يمكن افضل مباراه لعبتها في منتخب مصر الحقيقه كانت في مباراه كينيا في كينيا، والمباراه دي كانت في رمضان، ويعني اللعيبه كلها كانت صايمه، وكان وكينيا اساسا يعني حته الاكسجين اساسا بتبقى صعبه جدا جدا جدا. المباراه دي يمكن واصريتوا على الصيام؟ اصرينا ما استخدمتوش الرخصه حتى في السفر يعني؟ ولا حتى ما فيش لا. ان الله يحب ان تؤتى رخصه يعني كما يعني لا المجموعه كلها كملت. ويمكن انا اشتركت في المباراه دي الشوط الثاني مكان الكابتن حسن شحاته، وكنا متاخرين بهدفين، كنا متاخرين بهدفين. والمباراه دي احنا لما نزلنا الشوط الثاني احنا كسبنا المباراه 5-3، واحرزت هدفين، احرزت الهدف الرابع والخامس في المباراه، ودي يمكن من مباراه يعني اتعامل بشكل قوي جدا جدا جدا. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن انا من الحقيقه ما لعبش مباراه الحقيقه في النادي الاهلي، واحنا صايمين كل المباريات لعبنا واحنا بنلعب بالليل بعد الفطار. ما فيش طبعا دي ما اعتقدش فيها مشكله خالص. ويمكن كان لينا مباريات كتيره جدا الحقيقه اتلعبت بعد الفطار في رمضان، ويمكن كنا بنعمل فيها الحقيقه نتائج ايجابيه ونتائج على مستوى عالي جدا جدا. يمكن انا بمناسبه بس الكلام عن رمضان يا استاذ شريف يا فارس، انا كنت ماسك اسوان يعني حاجه برضك طريفه يعني. كنت ماسك اسوان في الدوري الممتاز بيه اول سنه رحت بعد ما مشيت من النادي الاهلي، كان سنه 90. كنت اسوان بلد جميله واهلها ناس طيبين جدا، كلهم اهلاويه طبعا جدا جدا. اسوان دي كمان فيها ميزه ان اي مدير فني بيروح هناك لازم تلاقيه بيعمل طفره كبيره جدا في حياته التدريبيه.
سبحان الله. اه سبحان الله كابتن احمد كشري كل اللي بيروح نادي اسوان في كنت ماسك الممتاز بيه اول سنه كنت اروح بعد النادي الاهلي الحقيقه بعد سنتين اللي اشتغلتهم مع الكابتن انور سلامه في الدرجه الاولى اول خطوه ليا كانت اسوان. يعني بس هجيب لك حته رمضان الحقيقه كنا بنلعب ماتش في المنيا واللعيبه كلها كنا بالنهار طبعا اللعيبه كلها اصرت ان هي تصوم. انا طبعا ما اتكلمش في الموضوع ده خالص ما عدا لعيب واحد قال لي يا كابتن انا ما بقدرش. قلت له انا ماليش دعوه يعني انت ما تقدرش خلاص ده اختيارك الباقي كله خلاص صام. اللعيب ده اتغير بعد 35 دقيقه تعب معدته وكده الوحيد اللي اتغير سبحان الله. وعملت ايه في المباراه دي يا كابتن؟ كسبنا المباراه حتى سكور يومها كسبنا 4-1. طب طقوس حضرتك الخاصه في رمضان، كل حد فينا عنده طقوس بيستنى شهر رمضان دايما عشان بيكون له طقوسه الشخصيه اللي بتختلف عن كل الشهور، طقوس حضرتك الخاصه في رمضان ايه؟ والله يعني مش طقوس يعني بعيده عن كل الناس الحقيقه، لكن هي يعني حته التراويح وحته لمة الاسره طبعا. واحنا على طول يمكن في رمضان بالذات بنتجمع كتير قوي. كابتن سيد معاذ بنتجمع طبعا 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 بنتجمع مهم جدا طبعا العيله عندنا كلها كده بنتجمع في يومين ثلاثه كده في كل بيت شويه، دي طبعا بتبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. زائد يمكن انا عندي مثلا اصغر واحد محمد على طول مثلا موجود معايا رغم ان هو متزوج، لكن بعد كده بقى بيبقى حته التراويح طبعا وحته الالتزام في صلاتك وحته الحاجات دي كلها حاجات طبعا روحانيات كده جميله جدا 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 بنعيشها كلنا. كابتن رمضان كره القدم اتغيرت؟ جيلك عن التطور الهائل اللي حادث في كره القدم بشكل عام. بص اقول لك حاجه يا استاذ شريف، الجيل بتاعنا لو كان خد الاحتكاك القوي جدا جدا الجيل ده اخده وطبعا النواحي التطور المذهل فنيا وتكتيكيا علم تدريب نفسه كمان في تطور يعني رهيب. وفي نفس الوقت الامكانيات الماديه احنا يمكن كنا بنلعب يعني انا مثلا اتنقلت للنادي الاهلي سنه 80 كان ب 10,000 جنيه كانوا الخبر اللي كان موجود اغلى صفقه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه. كان قبليه طاهر الشيخ منقول ب 5,000 جنيه انت ضعف انا جيت عملت ضعف فقال لك صفقه كبيره جدا. النهارده انت بتتكلم بقى في ارقام رهيبه، لكن الجيل ده فارس الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه خطيب ومصطفى عبده وماهر امام ومختار ومحمد عامر وخالد جد الله ومحمد عباس وشريف عبد المنعم، الجيل ده لو اتوفرت له الامكانيات اللي اتوجدت للجيل الحالي لا اعتقد ان انت لو بتنفذ احتراف يا استاذ شريف في الجيل ده انا ما اعتقدش ان كان في اي نادي في مصر هيقدر على الامكانيات الماديه اللي ممكن كانت تروح ليها. اعتقد انتوا كنتوا محترفين كلاعبين قبل المنظومه بتبقى محترفه، يعني انتوا كلاعبين كنتوا محترفين في صفاتكم جدا يعني انا بشوف دايما فريق 78 اللي كان بيلعب تصفيات كاس العالم والمباريات الشهيره مع تونس كابتن محمود الخطيب كان هداف التصفيات طبعا. اعتقد الجيل ده لو اتيح له الامكانيات والاهتمام وكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي كان على الاقل الجيل ده اكيد قدر يوصل كاس عالم. اكيد 100% يعني الجيل ده شوف انت قلت كلمه دلوقتي الكلمه دي فعلا 100% صح. احنا كنا هواة وكنا بنطبق الاحتراف يعني اكتر من دلوقتي صحيح. يعني احنا مثلا كنا التمارين الساعه 3 احنا كنا بنروح النادي الساعه 11 وكان طبعا معانا الكابتن حسن حمدي مدير كوره وده من المديرين الكوره اللي جم في تاريخ مصر يعني وزير حاجة الدفاع عظيم. وزير الدفاع حاجه هو يعني هو يمكن كان بيطبق معانا الاحتراف من غير ما يكون في احتراف وبدا اللوائح قبل ان تبدا اللوائح ودايما ده معروف عن كابتن حسن على حمدي. طول على طول على اي حد كابتن حسن حمدي ما فيش مثلا ايه ما فيش قرار مثلا اتاخد بتنفيذ عقوبه على لعيب واتشالت اذا كانت ماديه او ايقافات او اي حاجه. هو في حاجه كمان فارس ناخد راي كابتن رمضان فيها فكره التطور التكنولوجي العظيم بين العقود المختلفه يعني او بين الاجيال المختلفه اعتقد لعب دور برضه. انت ما كانش في سوشيال ميديا شغلاكوا ولا حتى اعلام تتكلم عن التلفزيون طبعا قناه واحده حاجه كده تتسلى او نص قناه تانية الامر يختلف يعني واضح ان لعيب الجيل الحالي
فكرة السوشيال ميديا مسيطرة ولها تأثير مش بس على اللاعبين، حتى على الأجهزة الفنية وإدارات الأندية. أكيد أكيد الوضع طبعا كان مختلف جدا، بس يمكن إحنا رغم السوشيال ميديا طبعا طبعا يعني ليها طبعا عمل قوي جدا 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 في إدارة أندية دلوقتي وفي لعيبة وإظهار لعيبة ونجوم تحولت للظهير الجماهيري. طبعا طبعا، لكن إحنا يمكن كنا بنمتاز عن الجيل الحالي ان احنا استاد القاهره ده كان بيبقى فيه 100,000، فيه 90,000، فيه 80,000 بيحضر مبارياتنا كده في كل مبارياتنا. يعني انا هقول لك حاجه يا فارس، احنا بيبو مثلا لما كان بيقعد مثلا مصاب ويجي مثلا بعد فتره وهيقعد مثلا هياخد مثلا نص ساعه او حاجه، تخيل واحنا موجودين في الملعب لما كان بيبو بيقوم يسخن كان المدرجات دي بتتهز طبعا. والله اقسم بالله المدرجات احنا كنا نحس بيها واحنا في الملعب ان المدرجات بتترج. فاحنا يمكن يعني اخذنا مقابل السوشيال ميديا اللي هي دلوقتي بتعمل نجوميه وبتصنع نجوميه في الجيل الحالي، لكن احنا يمكن بقى اخذنا فعلا الجمهور الحقيقي اللي كان بيحضر. والله الجماهيريه مستمره يا فارس، طبعا مستمره. شوف تعامل جمهور النادي الاهلي ازاي مع هذا الجيل العظيم، كابتن مصطفى عبده ووصوله الكابتن السيد، طبعا كابتن خطيب نجم النجوم، يعني حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا لو بنتكلم في امكانيات، انا في رايي ان لو الخطيب كان توفر له الامكانيات اللي موجوده والاحتكاك اللي اتوجد بعد كده، احنا يمكن كنا بنيجي مثلا قبل مباراه مثلا منتخب مصر كنا بنتجمع ونلعب مثلا مباراه مع اسكو، نلعب مباراه مش عارف مع البلاستيك. احنا دلوقتي فريقين داخل منتخب يتقسموا فريقين الف وب ويلعبوا بعض، فريقين كتير قوي، فترات كتيره قوي كنا بنلعب بعض. بتحصل احنا كتير. حاليا دلوقتي الاحتكاك اللي انا بتكلم عليه ان في لعيبه دلوقتي مثلا لعبت مثلا احنا قبل كاس عالم اللعيبه لعبت حوالي 75 مباراه دوليه وعلى مستويات عاليه جدا في اوروبا، وفي يعني احتكاك قوي جدا جدا. فانا بقول لك ان يا فارس وبقول لك حقيقه شريف لو الخطيب توفر له دي، انا مش هقول الجيل كله، الجيل كله كان فيه مواهب على مستوى عالي جدا، لكن انا هجيب لك بس الخطيب الحقيقه ويمكن اقول لك كمان من نادي الزمالك حسن شحاته لو توفر لهم الامكانيات دي والاحتكاك القوي ده كان ممكن يحترفوا في اي بلد اوروبي وفي اي انديه اوروبيه بمنتهى السهوله. وديت عروض مهمه الكابتن محمود الخطيب مونشن جلادباخ، ولكن تمسك بالنادي الاهلي بالظبط. الجيل بتاعكم بقى يا كابتن، انا عايز استغل حضرتك ان احنا نوجه رساله للجيل ده. ليه؟ انا بشوف ان حضرتك يمكن كابتن رمضان السيد، ناس كتيره جدا لازم تعرف ان كابتن رمضان السيد فعلا رحله كفاح في كره القدم. هنستعرض معاكم عشان تعرفوا ازاي كابتن رمضان السيد فعلا كاداء في الملعب ولاعب جاء من نادي صغير عشان يوصل للشهره ويوصل للنادي الاهلي. انا عايز حضرتك بعض اللاعبين توجه لهم رساله ازاي يتعاملوا مع الضغوط، ازاي يتعاملوا مع النادي الاهلي، ازاي حتى يتعاملوا مع موهبتهم ويستثمروها ويستغلوها. واكيد حضرتك عارف ان في لاعبين محتاجين النصيحه دي. يعني انا هقول لك حاجه فارس، الحقيقه انا بطلب من اللعيبه اللي طالعه نجوم اللي هم لسه طالعين صاعدين، الحقيقه بطلب منهم ان هم ربنا ادالهم الموهبه ودي بتساوي بيديلهم نعمه، حافظوا على النعمه هو ده الرزق بتاعهم. يعني حافظوا على النعمه دي وحافظوا على الموهبه دي. احنا في لعيبه كتير الحقيقه يمكن حتى واحنا في مجموعتنا مثلا او في الجيل بتاعنا، احنا كان عندنا محمد عباس. محمد عباس ده كان ممكن يبقى افضل لعيب كوره، يعني ممكن مش في مصر، ممكن كمان محمد عباس كان ممكن يحترف بره بمنتهى السهوله. لعيب عنده كل الامكانيات، كل الامكانيات ربنا اديها له، القوه والسرعه والمهاره وهيدرز وشويت كان متكامل، لعيب متكامل ولعيب انت عارف ايه يعني بيعمل لك حاجات يعني مش ممكن. برضو لما نيجي برضك ننصح اللعيبه العاطفه او اخذته الدنيا يعني لما نيجي ننصح اللعيبه اللي هي الصاعده دي واللي ربنا مديلها اوقات ما بيحافظوش شويه، بقول لهم محمد عباس. محمد عباس ده كان ممكن يبقى لعيب عالمي عالمي. فبقول للجيل اللي طالع دوت، يعني انا يمكن عاوز اتكلم بس على حاجه. احنا مثلا معلش احنا بنتكلم مثلا على مباراه 19 سنه بين اهلي وزمالك، المفروض ان قطاع الناشئين في الانديه دي اللي يقول ان انا الفايز بالبطوله او اللي هو بيفوز اللي هو انه النادي انه النادي او القطاع اللي بيصعد 6-7 لعيبه 8 لعيبه. انا مثلا النادي الاهلي صعدت 6 ونادي الزمالك مثلا صعد 4، يبقى انا كسبان. حتى العكس لو صحيح العكس حتى لو حققت البطوله بالزبط. العكس صحيح، لو نادي الزمالك محقق 6-7 لعيبه وانا محقق 5 يبقى هو، فهي اللي احنا اخدينها في الهدف هو ده الهدف.
يعني ده الهدف. لكن انا بقى بتكلم احنا يمكن معلش انا هخش بس في النقطه دي لاني نفسي اعلق عليها الحقيقه طبعا. انا بتكلم الحقيقه على امام عاشور لعيب موهوب ولعيب ممكن يكمل في الكوره بشكل كويس قوي، لكن لو هو الحقيقه ما تحلاش بالروح الرياضيه وان هو يبقى شخصيه متزنه الموهبه دي هتضيع. وبدليل ان في لعيبه كتيره قوي في الجيل بتاعنا والجيل الحالي لعيبه كانت مميزين جدا 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 جدا. هو محتاج مناخ ومحتاج حد يقومه بالظبط، حتى لو اللاعب كانت سماته الشخصيه لازم يكون موجود داخل المنظومه بالظبط تجبره على ده. يعني انا بقول يعني النصيحه اللي انا بنصحها فعلا للعيبه دي يا جماعه انتوا ربنا مديكم موهبه وربنا مديكم نعمه حافظوا عليها. وفي لعيبه الحقيقه يعني انا برضك يمكن مش عاوز اقول اسماء كتير، لكن انا هقول لك مثلا لو صالح جمعه لو حافظ على نفسه يبقى افضل، يبقى لعيب اساسي في منتخب مصر يعني ما يخرجش بره منتخب مصر لو كان ادى موهبته حقها، لو كان لو كان حافظ على الموهبه اللي ربنا اداها له. فعشان كده انا بقول للجيل اللي طالع ده يا جماعه اللي عنده اللي ربنا بيديله موهبه واللي ربنا بيديله نعمه يحافظ عليها. احنا تخيل احنا في لعيبه في جيلنا وفي لعيبه في الجيل الحالي اللي ربنا مديله نعمه مش مثلا بياخدها كده من بايديه ويركنها على جنب يقول انا مش عايزها، في لعيبه بتشوطها. لا حول ولا قوه. حلو التعبير ده يا كابتن. حلو جدا التعبير ده. حصل. وبيصف الناس ازاي فعلا يفرط في موهبته بالزبط. خصوصا لو المنظومه زي ما قال الاستاذ شريف ما بتحتويش اللاعب وما بتقومهوش زي ما بنشوف كتير جدا في النادي الاهلي. شفنا قبل كده ايقاف كابتن ابراهيم حسن نتيجه مباراه كان مع المنتخب اشارات لجمهور المغرب في 97، النادي الاهلي بياخد قرار تربوي بايقاف اللاعب لمده 6 شهور قبل ما يطلع قرار المنتخب. ده قبل ما يطلع قرار المنتخب ده وهو لسه ما رجعش القاهره. بالظبط. القرار اتاخد وهو في المغرب. يعني القرار اتاخد وهو في المغرب. يا جماعه الحاجات دي يعني يمكن الناس ممكن تاخدها كده، لا دي الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. هو ده اللي بيعمل بطولات في طبعا طبعا الموضوع. وده اللي هو انت بيخليك انت فارق البطولات ما بينك وبين كل الانديه هي دي ان انت النهارده فرق اي نجم عندك البطولات. يعني انا هقول لك حاجه استاذ شريف وفارس، ما حدش في العالم مش هقول لك في مصر كان يقول مثلا ان ممكن حسام وابراهيم يمشوا من النادي الاهلي. طبعا كان امكانيات فنيه رهيبه اكيد ونادي الاهلي وجاي من حلوان بداوا يعني منذ رمه الاصفار زي ما امكانيات بنقول. رهيبه اذا كان ده حسام هو مهاجم او ابراهيم هو باك رايت. لكن لما جه النادي الاهلي حسبها على انت عارف ايه قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، حس ان ممكن تتعطل شويه او يحصل فيها حاجه خلاص النادي الاهلي رغم اكبر من اي لاعب والنادي الاهلي دايما بيكمل في المواقف دي. بس عايز اخد حضرتك لحاجه تانية لان انا بحمل لحضرتك ذكرى واحده سلبيه لازم اكلم حضرتك ولكن هي سلبيه ولا ايجابيه؟ لا هي سلبيه والموقف بقى ايجابي في ايه؟ هي ذكرى سلبيه لان هي بتحمل لينا خساره بطوله، ولكن الايجابي اللي احنا هنتكلم فيه ازاي فعلا كان الفير بلاي حاصل في الوقت ده وفي الوقت اللي بنشوف فيه كلام عن مباراه والمفروض طرد المنافس يعمل ايه، كنتوا انتوا بتطبقوا فعلا الفير بلاي وكنتوا بتدوا دروس للجميع. موسم 78 النادي الاهلي في نادي صاعد اسمه مصنع 36 حضرتك احد افراده. النادي الاهلي في الموسم ده كان اهم اسباب خساره الدوري التعادل 0-0 امامكم، وحتى كتب كابتن نجيب المستكاوي وقتها صدق او لا تصدق. وجيتوا في الدور الثاني كنتوا خلاص هبطتوا، مفيش اي فوز هتحققوه او اي نتيجه ايجابيه هتساعد في البقاء بالظبط. والنادي الاهلي فارق بثلاث نقط، لو كسب المباراه دي يحسم الدوري، بتفوزوا 1-0 وبتحققوا نتيجه مفاجاه كانت وقتها يعني حديث الجميع في مصر. كنت بتشوف ده ازاي وازاي الرياضه وازاي التنافسيه وموقف النادي الاهلي اللي ما كانش بيطلب الهدايا من حد ولكن كان بيشتغل في الملعب، بتشوف الموسم ده وظروف البطوله اللي ضاعت من النادي الاهلي دي ازاي؟ طيب انا هقول لك حاجه، يعني انا هضيف ان انا كنت موجود في فريق التصنيع 36 اللي هو كان 36 ده احنا كان معانا الكابتن عزت ابو روس مدير الكوره للنادي الاهلي 7 مواسم مع مستر هيدوكوتي واللي هو يعني تاريخ. ورغم ذلك الفير بلاي يعني حتى هو كان بيتكلم معانا بيقول لنا احنا هنلعب مباراه. وانا هقول لك حاجه قبل برضك ما اكمل كلامي،
يعني انا اهلاوي يعني، يعني يمكن انا مثلا قبل الفتره ما العب كوره وابقى محترف وابقى مش عارف ايه، انا لما النادي الاهلي كان بيتغلب كنت ممكن ابكي. مشجع درجه ثالثه يعني. مشجع درجه رابعه مش ثالثه كمان. ورغم ذلك لما جينا نلعب المباراتين لعبناهم بمنتهى الفير بلاي، والكابتن عز بروس قال لنا هنلعب ازاي وهنعمل ايه ومش عارف ايه، واتلعبت مباراتين قويه جدا جدا. كان مدير الكوره عندكم وقتها؟ كان مدير الكوره. وده مهم جدا، مدير الكوره معلومه بالنسبه لي جديده، ولكن اضافت حتى لفكره خلت الفكره كمان لها معنى اعظم. طبعا ازاي عندك حد من مدرسه النادي الاهلي وبيقول لك قاتل ومباراه تحسم الدوري وتخلص الدوري؟ لا مفيش الكلام ده، هتنزل وبتحقق مفاجاه رغم ان انتوا مالكوش اي استفاده من المباراه. بالظبط يعني كان شيء عظيم فعلا. طبعا عندي سؤال، هي المباراه دي كانت سبب انتقالك للنادي الاهلي كابتن؟ لا انا انتقلت من النادي الاهلي سنه 80 بعد كاس الامم. بعد كاس الامم اللي كانت مقامه في نيجيريا. عملت بطوله عظيمه انت طبعا يعني دي الحمد لله. عندي سؤال في الموضوع ده، تأذن لي بس نطلع فاصل ونعود. اتفضل استكمل مع زميلي محمد فارس وضيفنا الكريم كابتن رمضان السيد هذا الحوار الممتع والراقي الحقيقه. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. نادرة ضيفنا ونجمنا النادي الحقيقة كابتن رمضان السيد هذا النجم الخلوق المحترم اللي زي ما فارس قال وهو بيسترجع مع ذكريات بطولة 80 أمم أفريقيا اللي كانت سبب زي ما قال كابتن رمضان في انتقاله للنادي الأهلي وحديث الأستاذ نجيب المستكاوي عنه. عايز أتوقف أمام هذه البطولة كابتن رمضان لأن كانت سبب بعدها انتقلت إلى النادي الأهلي. بالظبط يعني البطولة دي أنا الحقيقة يعني عملت بطولة على مستوى عالي جدا جدا جدا، يمكن الناس كلها حتى اتكلمت هناك حتى مش المصريين، واحنا بنلعب نيجيريا واحنا بنلعب الجزائر كان الناس كلها كانت بتتكلم الحقيقة الحمد لله. ويمكن زي ما قلت لك يا استاذ شريف استاذي العظيم الكبير نجيب المستكاوي الحقيقة الناقد اللي هو اللي احنا كلنا كنا يمكن احنا دلوقتي بقى في قنوات كتير جدا رياضيه وسوشيال ميديا يبقى ابو الصحافه الرياضيه صح التعبير يعني. تخيل ان احنا مثلا كلاعبي الكوره كنا يوم المباراه بيبقى الساعه 12 كده نروح نجيب الاهرام عشان نشوف كل واحد واخد درجه كام. ونبقى فرحانين جدا لما بيكون الدرجه طبعا عاليه، ويمكن هو كان بخيل شويه في حته الدرجات، لكن الحمد لله انا خدت منه الحقيقه. يمكن في البطوله دي فارس الحقيقه كان لي مقاله كان عاملها على البطوله وقال لهم، كنت قاعد طبعا بيشكر في ادائي في خلال المباريات اللي انا لعبتها، وبعدين قال لهم يا جماعه لما تيجوا تكونوا منتخب مصر بيختاروا رمضان السيد، وبعد كده فكروا في 10 بعد كده. وده درس يا كابتن رمضان. ازاي يعني اللاعب اللي بيبقى طالع من نادي صغير بيشتغل على نفسه بيركز في موهبته، وهو ده كابتن رمضان وقفتنا معاه ان مسيرته فعلا ترجمه لفكره ان انت بتكافح بتشتغل على موهبتك وبتصوم موهبتك لاخر لحظه. حتى هنشوف الختام بتاع كابتن رمضان مع الاهلي ازاي كان قاسي على حساب نفسه عشان النادي الاهلي حقق بطوله مهمه جدا. وكان كابتن رمضان بعد تالقك في البطوله دي وهدفك في الجزائر ورجعت ورحت النادي الاهلي، اجواء دخولك للنادي الاهلي والتجربه، مين من النادي الاهلي اللي ساب معاك بصمه، ذكرياتك مع النادي الاهلي، واعتقد كمان احنا ضاعت مننا بطولتين دوري في 83 و84، ليه خسرنا البطولتين دول وازاي بعد كده كان لنا بطوله مهمه جدا في كاس 84؟ يعني اعتقد ان احنا من البطوله دي انا طبعا رجعت النادي الاهلي، بس انا يمكن ما كنتش غريب يا فارس على نجوم النادي الاهلي، لان انا انضميت لمنتخب مصر سنه 78 مع الشيخ طه والكابتن حماده الشرقاوي. انا هقول بس الكلمه اللي انت قلتها دلوقتي، انا طالع طبعا من نادي درجه ثانيه وبروح منتخب مصر،
بروح منتخب مصر يعني انا وسط بقى عمالقه حسن شحاته وطه بسري ومختار وكابتن محمود الخطيب طبعا يعني عمالقه مصطفى عبده يعني خواجه ومش عارف يعني الجيل يعني انا رحت قلت الكابتن حماده الشرقاوي في الفندق كنا معسكرين في فندق قوات مسلحه في مدينه نصر اول يوم انضميت فيه فرحت بعد التمرين رحت قلت له يا كابتن انا عاوز اعمل حاجه انت جبتوني ليه قال لي ليه يا رمضان ده احنا واثقين فيك وكده وانت لعيب كبير انت مخضوض من انا مخضوض من النجوم اللي انا قاعد يعني قلت حتى انا قلت له طب انا هلعب على مين دول في دول قال لي يا رمضان مالكش دعوه وبعدين ايه راح مخلي الشيخ طه يكلمني قال لي يا رمضان احنا مقيمينك كويس وتخيل ان انا رحت البطوله الالعاب الافريقيه المقامه في الجزائر كنت اساسي من اول مباراه كنت سنه 78 وانا طالع من نادي درجه تانية كنت اساسي وعملت الثلاث مباريات الحمد لله اللي هي طبعا حصلت مشكله بتاعه مباراه ليبيا ورجعنا كلنا بقرار سياسي الحقيقه بقرار سياسي عملت مباراه على مستوى عالي جدا فبرضه نفس الحكايه انت طالما بتحط هدف قدامك عشان تحققه هتحققه بتقدر حضرتك بسمتك الشخصيه تواكب النقله لما دخلت النادي الاهلي كان عندك نفس الشخصيه بالزبط. اللي خلت حضرتك ما يبقاش فيه هزه يبقى فيه ثبات تعاملت مع ده ازاي يعني انا برضك ساعدني بشكل كبير جدا ان كل النجوم دول كان معايا في المنتخب يعني من 78 لغايه 80 انا في منتخب مصر وفي منتخب مصر اساسي فطبعا يعني وكان اصدقاء بقى كمان مش احنا بس واحتوائهم ليك طبعا فطبعا لما دخلت كان الامور عاديه خالص بالعكس النجوم اللي هم بتوع منتخب مصر الكبار طبعا خطيب ومصطفى عبده والحقيقه مصطفى يونس والمجموعه الكبيره ماهر همام طبعا اكرامي واكرامي وثابت كابتن رمضان فرصه ناخد راي حضرتك فيها فكره شخصيه النادي الاهلي في لعيبه كتير بيكونوا متميزين وممكن ينضم للنادي الاهلي وتجربته ما تنجحش ايه السمات الشخصيه غير الفنيه لانه الفني بالتاكيد لين هتجيبه يعني قال لي اللاعب بيحتاجها علشان يتاقلم ويصلح لتمثيل النادي الاهلي من وجهه نظرك يعني بالظبط يعني تحدي يعني هو بص هو اي لعيب بيروح النادي الاهلي وبالذات مثلا ممكن ما يبقاش مثلا دولي او في تحدي كبير جدا يبقى بينه وبين نفسه اللي ما بيقدرش يعمل التحدي ده ما بيكملش قميص الاهلي تقيل 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 اولا انت النهارده النادي الاهلي ما فيش بديل عن الفوز وخلي بالك دي حاجه صعبه جدا يعني انت اي مباراه بتلعبها في اي بطوله خارج في مصر خارج مصر بطوله افريقيه بطوله مش عارف ايه انت ما عندكش غير الفوز فبالتالي ده تحميل جامد جدا مش اي لعيب كوره بيتحمله يعني في لعيبه الحقيقه بتيجي النادي الاهلي ولعيبه قبل ما بتيجي بيبقوا ليهم اسم كبير جدا ونجوم كبار جدا الحقيقه لكن الحته دي بالذات بتفرق معاهم انا النهارده انا جيت النادي الاهلي بقى خلاص انا بركز في تمريني بركز في مبارياتي بركز في حياتي بره الملعب انا بقول لك احنا كنا عايشين محترفين واحنا هواه تخيل من حبنا للنادي الاهلي صحيح من حبنا احنا عاوزين نلعب واحنا هقول لك حاجه احنا يمكن في لعيبه حاليا دلوقتي للاسف الشديد يعني مثلا التمرين الساعه 3 ممكن لعيبه تلاقيها مثلا 3 ل 10 بيروحوا النادي ممكن تلاقي مثلا لعيب مثلا بيربط حذاء بتاعه مثلا 3 ل 5 ولا حاجه احنا كنا بننزل الملعب 2:30 التمرين 3 2:30 نلعب 4:2 متعه لينا احنا فالحياه دي كان كله بقى كده يعني بمناسبه بقى ده كابتن رمضان ممكن حضرتك حاجه انا عارف ان حضرتك ممكن ما تحبش تقولها عن نفسك بس انا لازم اقولها ولازم جمهورنا يعرفها حضرتك بعد خساره الدوري 83 84 الظروف كانت قاسيه النادي الاهلي مش متعود يفقد بطولتين رحنا لكاس 84 حضرتك بتلعب وانت مصاب بتسجل في الاسماعيلي في نص النهائي وبتلعب مباراه المصري الشهيره في النهائي وبنحقق اللقب كابتن رمضان السيد اعتزل بسبب لعب وهو مصاب كابتن رمضان السيد من الناس اللي جت على نفسها عشان خاطر النادي الاهلي حقق بطوله عشان كده انا بتشرف ان انا موجود معاه النهارده ذكريات حضرتك على البطوله دي يا كابتن ودورك اللي انا بقول انه كان عظيم فعلا فيها البطوله دي يمكن من افضل المباريات اللي انا لعبتها رغم ان احنا انا جيت في كنا بنلعب المقاولين العرب شريف وفي الدقيقه 35 من الشوط الاولاني دخل فينا جول وبعدين في الدقيقه 45 اطرد مدحت رمضان كان معانا الكابتن جوهري فطبعا احنا كنا خسرين دوري
فالامور رحمه الله عليه الحاج سيد متولي يعني ربط الفتره واستعد في المنصوره لاستلام الكاس. طبعا انا كنت صغير بس فاكر القصه دي لانه كان ليا قصه معاها. ضربت علقه محترمه في اليوم ده لانه زوغت المدرسه عشان اشوف الماتش النهائي. فكابتن جوهري شوف بقى الذكاء بتاعه يعني عمل معانا حاجه غريبه جدا. هو طبعا اي مباراه بنلعبها ان شاء الله كنا احنا وحشين كويسين بيخش اوضه اللبس بيشرح لك انت ايه الثغرات اللي عندنا وايه الاخطاء وبتاع ونشتغل على الفرقه الثانيه ازاي هو راح داخل. احنا دخلنا طبعا قبليه هو راح داخل راح ضارب الباب برجليه كده بشكل قوي جدا جدا جامد جدا جدا وقال لنا بصوا هقول لكم حاجه. انتوا احنا لسه خسرانين الدوري الاسبوع اللي فات. انزلوا الشوط الثاني اتغلبوا وخرجوا من الكاس والمجموعه دي كلها هتبطل. يا سلام. بس وراح سايبنا وراح ماشي. يعني راح قال الكلمتين دول وراح قافل الباب وراح خارج. احنا كان بيذيع المباراه دي كابتن شربيني. خلق دوافع عندكم ده يا خبر ابيض. الكابتن شربيني قال لك انا شايف ان النادي الاهلي مش 10 لعيبه مش مطرود منهم واحد، لا دول 20 لعيبه في الملعب. صحيح. احنا كسبنا المباراه دي 3-1 وعملنا مباراه يعني من افضل الاشواط اللي الجيل بتاعنا ده عملها. وعلاء ميهوب ايه؟ وعلاء ميهوب انا الكره طبعا الكره بتاعت علاء دي انا يمكن عامل فيها لعبه يعني يمكن الناس ما شافتهاش كتير. انا مراوغ جوه السته يارده وحطيتها من فوق بالانطوان في الزاويه البعيده جت في القايم وعلاء حطها. يعني البطوله دي تاريخ والماتش ده بالذات. طلعت بعد المباراه دي يا فارس كان جالي شد مش شد بقى شبه يعني تمزق خفيف كده في العضله الخلفيه. فانا طبعا المباريات كل 3 ايام فاروح البيت مش قادر طبعا فاروح البيت ويومين كده وبعدين اجي للكابتن جوهري فاقول له يا كابتن انا رجليا لسه فهو قال لي كلمتين قال لي يا رمضان احنا خسرين دوري ولازم ناخد مسابقه الكاس. قلت له هو قال لي الكلمتين دول قلت له يا كابتن انا معاك هلعب المباريات كلها ولا في اي مشكله خالص ان شاء الله. لعبت بقى مباراه الاسماعيلي في المحله واحرزت هدف وخدنا البطوله طبعا في مباراه النهائي الحقيقه. وبعد البطوله دي عشان انا ما كانش عندي شد كان عندي تمزق وكنت باخد برشام مسكن كده مسكن يعني ما بحسش بحاجه خالص غير بعد المباراه. بعد البطوله دي انا فعلا سافرت انجلترا يعني كاب صالح كاب صالح سفرني مرتين انجلترا عشان هو عارف انا عملت ايه. وبس في اخر سفريه الدكتور بتاع نادي توتنهام قال لي انت العضله بتاعتك عملت تليف واي سبرنت هتعمله هتتمزق ومش هتقدر تكمل. فرجعت طبعا اعلنت اعتزالي والثلاث اربع مباريات دول كان سبب بس انا ضحيت حتى بمستقبل الكروي مع النادي الاهلي في سبيل الحب للنادي الاهلي. موقف ونموذج محترم يا فارس. هو ده رساله وهي ده التاريخ ولازم لعيبه كتير جدا تتعلم. خلينا نطلع نشوف تقريرنا عشان نرجع نتكلم بقى عن مباراة القمة. نطلع ونشوف تقرير ذكريات الجماهير عن مباراة القمة ونرجع لكم في حديث شيق جدا ونستمتع معاكم زي ما انتم مستمتعين معايا. في 2005 اعتقد ماتش في افريقيا قبل نهائي الاهلي والزمالك كان الاهلي كسب 2-0 وكان بركات جاب الجونين. ده طبعا من اقوى الماتشات او من الماتشات اللي عمرها ما تتنسي يعني في رمضان. يعني تقريبا 2013 1-1 الاهلي والزمالك. اعتقد كان في ماتش الاهلي وانبي في رمضان والاهلي كانت نتيجته 2-0 او 2-1 الاهلي. في ماتش القمه كان 2-2 في 2008. الاهلي والترجي 1-1. الماتش اللي كان في 2013 اللي كان في رمضان اللي خلص 1-1. اكيد ماتش الاهلي والترجي وساعه الفطار كان 1-1 نتيجه كان ماتش رائع جدا والله. بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام في سهرتنا الرمضانية الممتعة الحقيقة والأهلي في رمضان عبر شاشة قناة الأهلي وهذا الحوار الحقيقة الممتع مع الكابتن رمضان السيد. خلونا بس قبل ما أسيب المجال لفارس وكابتن رمضان وأنا مستمتع الحقيقة بالذكريات والأحاديث عن
جزء من كره القدم، خصوصا يمكن بدايه حب وشغف الواحد بالكره كان في هذا الوقت المبكر من عمره مع جيل الكابتن رمضان الحقيقه وكابتن خطيب ومصطفى عبد وغيرهم. عايز ارحب بالشيف محمد عبد الباقي الراجل الجميل اللي يعني هيشاركنا لنادي اعداد سحور. برحب بك يا شيف محمد، احنا هنديك الفرصه تجهز لنا سحور. شيف بيعمل ابداع لا يقل عن ابداع رمضان. عايز اقول لكم يعني ان الروائح مبدعه يعني. ربنا يبارك. اهم حاجه الاكل مش ديكور، اتاكدنا شيف الاكل مش ديكور. ها الاكل مش ديكور، هناكل يعني طبعا ان شاء الله. لا لا تسلم ايدك مقدما يا شيف، ويعني انا عايز اقول للناس الريحه مخليانا كده مش على بعضنا، هنخلص الفقره النهارده. عندنا كل انواع السحور. تسلم ايدك شيف، وشغل جميل بصراحه. جبن وعندنا سلطه خضراء وزبادي. ايوه اهم حاجه الزبادي. لا بتعملها كويس. لا موجود. هنجيلك يعني. خلينا ندردش مع كابتن رمضان كده وننضم لحضرتك في جهاز السحور يعني. مباراه القمه كابتن رمضان، مباراه القمه يعني رغم كل الظروف برضو بيقول عليها مباراه قمه، اهلي وزمالك. طبعا طبعا مباراه القمه هتفضل مباراه قمه لغايه يعني في اي وقت يعني. ماتش صعب، ماتش من اصعب مباريات القمه في تاريخ مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، اصعب مباراه على النادي الاهلي. يعني معقول يا كابتن حضرتك شايفها للدرجه دي؟ طبعا شايفها للدرجه دي، لان الحقيقه يعني هقول لك حاجه شريف، يمكن احنا محمد الشناوي لسه في ممكن يبقى في امل او بالمسحه الاخيره اللي هتتعمل او حاجه ان شاء الله باذن الله. يعني الله ربنا يسهل. احنا بنتمنى كلنا بنتمنى كلنا بنتمنى طبعا محمد الشناوي، ولو ما قدرش برضه عندنا كابتن علي لطفي موجود وكل حاجه. لكن احنا بنتكلم برضك على غياب ايه. انا في رايي ان محمد الشناوي مش افضل حارس مرمى في مصر او افضل حارس مرمى في افريقيا. انا يمكن بقول ان محمد الشناوي افضل لعيب كوره في مصر، يعني في خلال تصنفه في مركزه. لا 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 لا، تصنفه كلاعب كره ما بين كل المراكز. هو عن قائد عظيم. كمان قائد وانت شوف كمان يعني مثلا هقول لك حاجه، انت مش بتادي 90 دقيقه، انت شوف البطولات اللي حصل كمان عليها النادي الاهلي في خلال الفتره الاخيره وثبات مستوى بقى. ده مهم ما جدا. ما اعتقدش ان يمكن قليل جدا بعد رحيل الحضري نبقى صريحين مع بعض. طبعا مفيش حارس حافظ على المستوى الثابت ده للفترات دي زي محمد الشناوي. طبعا محمد الشناوي عامل ده لازم نذكره. طبعا واصبحت حراسه مرمى النادي الاهلي في امان واطمئنان. طبعا يعني طبعا ويمكن من خلال حراسه مرمى النادي الاهلي هو كمان حارس مرمى منتخب مصر. انا بتكلم على واحد كمان غايب عن مباراه القمه يمكن بس بقى له فتره، علي معلول. علي معلول انا بعتبروش باك ليفت او باك شمال، لا انا بعتبره افضل صانع العاب في الثلاث اربع مواسم الاخيره. وده رقميا حقيقي. طبعا صانع العاب، يعني علي معلول هو اللي بيعمل لك جمعيه في الجبهه الشمال، بيجيب جوال، بيسجل اهداف، وبيصنع اهداف. مستوى الجناح اللي بيلعب امامه بيختلف تماما بوجوده يا كابتن. دايما حضرتك بتلاحظ بالظبط، وبيصنع اهداف، مفتاح لعب يا فارس. يعني انت النهارده بتبني عليه كمان. جات لنا النادي الاهلي جاله فتره كان جايه وعلي معلول يعني اقوى جبهه موجوده في افريقيا مثلا. صحيح. الاثنين كانوا بيربطوا مع بعض الاوفرلاب. بالظبط الاوفرلاب اللي بيتعمل طبعًا. معلول والتايمنج بتاعه لدرجه كمان ايه ان التفاهم وصل ما بينهم ان هم حتى غيباني، يعني حتى ممكن يكون علي مش شايفه او اجايه مش شايفه ويقوم حاططها له، ويمكن جبنا اهداف بالربط ده ما بين حتى محمد هاني برضه. فكره ان الظاهرين ما يبقوش موجودين ده انت عندك جداً. عندك برضك غيابات طبعا محمد هاني، ياسر ابراهيم اللي برضك الفتره الاخيره يمكن لو استثنينا مباراه او شوط بتاع المريخ اعتقد ان ياسر ابراهيم حمدي فتحي مهم نذكره طبعاً. لانه طبعا تحول ياسر ابراهيم من اللاعبين في مصر طبعا المركز. ياسر ابراهيم وليد سليمان ان شاء الله كابتن وليد حتى الوليد حتى البديل لعلي معلول وحيد ومصاب. طبعا احنا عندنا طبعا حمدي فتحي الثلاثي اللي هو انا بعتبره من افضل الديفندرات الموجودين طبعاً في مصر. طبعا احسن لاعب سته في مصر. يعني برضو انت بتخسره، وحتى يمكن انا بس بتمنى ان اكرم توفيق الحقيقه يبقى حالته كويسه، لان انا عرفت ان هو نزل التمرين. تواجد في التمرين. يعني حتى كدمه في الكوره حتى لو انت لعبت مثلا بالسوليه واليو ديانج يبقى معاك بديل بره متنفس. لان مش بس كمان هو كمان كديفندر، لا ده كمان بيعمل لك الباك رايد، بيعمل لك مراكز كتير الحقيقه. وطبعا لعيب مهم جدا. وطبعا اجاييه اللي هو انا بقول الفتره الاخيره الحقيقه رجع للمستوى اللي احنا كنا بنشوف اجاي فيه تميز كبير جدا جدا الحقيقه، وخساره طبعا برضه كبيره جدا. عشان كده انا بقول دي المباراه صعوبه المباراه. اللعيبه اللي غايبه الحقيقه كلها لعيبه مؤثره،
مؤثره جدا جدا خيارات المدرب محدود في اداء النادي الاهلي طبعا. لو انت مكان موسيماني تتعامل ازاي مع المباراه دي؟ ورايك ايه الاول في اداء بيتش موسيماني في خلال الفتره الاخيره؟ يمكن انا بختلف مع ناس كتيره جدا الحقيقه والسوشيال ميديا وناس كتيره بتتكلم على مستر موسيماني مش كويس. طب ليه انت بتحسبها ازاي؟ ما تحسبها الراجل ده مشارك في كام بطوله دي من اهداف. انا بقول لك يعني كل الاهداف اللي النادي الاهلي طلبها منه انت الهدف من التعاقد افريقيا كاس عالم الانديه كاس ماشيين في الدوري يعني انت المفروض يا فارس انت بتيجي تقول ايه انا هتعاقد معاك الهدف من التعاقد ايه انك تجيب لي افريقيا وتجيب لي كاس وتجيب لي دوري وتجيب لي طب الراجل محقق كل البطولات دي كل الالقاب دي طب انتوا عايزين منه ايه هو شغف وطمع جمهور النادي الاهلي اللي دايما متعودين يعني على كابتن يعني برضو عايز اداء عظيم فوز على الخط وبرضو في فترات الحقيقه النادي الاهلي متعرض في غيابات كتيره اصابات كتيره فدي بتاثر لكن انا بقول ان الراجل طبعا عامل يعني انجاز كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت وفارس قال حاجه مهمه ايه الاهداف او خطاب التكليف اللي راح له من الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره وهو حقق منها كشف الحساب وانا حاسب المدير الفني على ان هو قدم لي عروض شو ولا طب ما ماشي قدمت عروض شو وخسرت بطولات ما حاسبك بالظبط ما هو التاريخ لا يذكر الاداء الجيد يذكر البطولات زي ما طبعا حابب بقى ادخل مع حضرتك لعمق الفنيات في نقطه مهمه جدا مستر ريني فايلر لعب امام مستر كارتيرون بعقليه فيها زياده هجوميه وكان لعبنا اداء كويس جيد ولكن ما حققناش النتيجه المرجوه مستر موسيماني اكثر واقعيه من مستر فايلر ودايما بيميل للتامين انت شايف ان كارتيرون المدرب اللي في المباريات دي دايما بيلعب على رد فعل الخصم ودايما بيستنى المساحات تبان فيبدا يستغلها شايف بالظبط موسيماني هل يلعب بطريقه مستر فايلر ويبقى فاتح وضاغط نادي الزمالك ولا يلعب بطريقته اللي هي باغت بيها حتى لو هي جماهيريه مش رائده ولكن فكره التحفظ شويه فتبقى مباراه هنشوفها حساباتها الفنيه معقده اكتر من انها تكون ممتعه بتشوف الحسابات تكون ازاي في المباراه دي بص هقول لك حاجه فارس انا ما اعتقدش ان مستر موسيماني ممكن يلعب مباراه مفتوحه يعني ممكن يقسم ممكن يقسم وقت المباراه ليه مثلا اجزاء ربع ساعه يضغط يلم نفسه تاني في ربع ساعه بس مش هيفتح الجيم لكن يفتح الجيم وفي الغيابات اللي موجوده دي انت احنا زي ما ده في غيابات حاجه اساسيه طبعا. فما اعتقدش ان مستر موسيماني هيفتح الجيم ولا هقول لك حاجه ولا كمان كارتيرون هيفتح الجيم وكارتيرون ما بيفتحش هو اساسا أصلا. هو اسلوب لعبه واسلوب شغله الحقيقه رد هو فعل يقول لك ايه يقول لك انا بقفل مساحات وبلعب على المرتده واستنى فرصه العب عليها حتى يمكن حتى تعليماته انت لو تلاحظ تعليماته من على الخط كلها اغلبها ان ازاي مثلا حد يكون ساب مساحه يقول له يرجع في المساحه دي او لعيب يتحرك في عمق اللاعب المتقدم وخلاص هو بيقلق من ديت فبالتالي لكن احنا يمكن احنا بنقول ان فرصه كارتيرون ان هو ممكن في فترات يلعب مثلا في نواحي هجوميه بكثافه شويه الحته اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي حته الاصابات اللي موجوده والمراكز اللي ناقصه عند لعيبه النادي الاهلي في فرقه النادي الاهلي اللي هي دي بس اللي ممكن تدي الكارتيرون بالاضافه للغيابات الاجهاد ممكن يكون يعني عامل مش عايز اقول ضعف لكن من التحديات اللي هيواجهها موسيماني يعني انا هقول لك حاجه رغم وجود الاصابات واصابات زي ما اتكلمنا مؤثره جدا واصابات صعبه جدا جدا في تيم كوره زي تيم النادي الاهلي لكن انا بقول لك ان اللعيبه اللي هتلعب بدائل الفتره اللي فاتت كانوا بدائل وهيلعبوا المباراه دي اعتقد مش متعرضين لاجهاد لان لا بالعكس ده احنا عندنا كام لعيب ممكن ما يبقاش فيه اجهاد خالص وممكن يؤدي بشكل قوي جدا 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 ويمكن كمان ممكن في لعيبه من اللعيبه دي قادره ان هي تصنع الفارق. طيب لاعب كابتن رمضان السيد يتوقع ان هو يتالق من النادي الاهلي في المباراه عشان ان شاء الله يتالق ونرجع نقول كابتن رمضان السيد الاسبوع اللي فات قال معانا كده تتوقع مين غير قفشه صاحب القضيه يعني؟ وقفشه ده يعني ما شاء الله ان يمسك الخشب يعني هو في الورقه هو في كل مباراه متالق. كل مباريات مع المنتخب يعني هو انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجودين في الفتره صحيح. دي صحيح محمد شريف الحقيقه يعني عنده ميزه كويسه قوي 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 هو مش من راس حربه المحطه لا ده راس حربه متحرك وراس حربه بيعرف يشتغل في المساحات يعني انت مثلا لو هتشتغل في مساحات هو يعمل لك الحته دي صحيح. كويس قوي صحيح. من رؤوس الحربه اللي بيعرف كورته كويسه
فبيعرف يشتغل معاه الثلاثه اللي جايين من تحت، اذا كان قفشه او اذا كان الجناحين، بيشتغل اقرب لجده شويه وقت ما كان موجود. بالظبط، بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت بشكل كويس قوي. فمحمد شريف انا بقول ان هو هيبقى متوقع له ان هو هيبقى نجم المباراه دي. طيب يا كابتن رمضان، ان شاء الله احنا متفائلين بحضرتك. ان شاء الله ان شاء الله، يعني يوم الاحد نهني جمهور الاهلي باداء عظيم رغم صعوبه المباراه. يا شريف محمد، ايه الاخبار؟ كله تمام. انا ما افطرتش وانا مش على بعض بصراحة. يعني السحور جاهز. انا مش على بعض. طيب ايه رايكم، ايه رايك كابتن رمضان ننضم للشيف محمد يشوف عامل لنا ايه؟ يعني كلها حاجات صحيه مناسبه للسحور. خلونا نطلع فاصل ونرجع ندردش مع الكابتن رمضان السيد شويه ونشوف الشيف محمد عبد الباقي عامل لنا ايه على السحور. ورجعنا لكم، وانا عايز اقول لكم الشيف بيعمل عظمه حرفيا، يعني هنا في مجد بيتعمل سبانيش اومليت، والشيف بصراحه متوصي بينا يعني. طب ايش حياتك بقى انت اهلاوي متعصب؟ وكابتن رمضان واستاذ شريف طلعوا بره الفقره خالص ومحدش بيسال فيا انا. ولا بجد يعني اكل رائع واجواء رمضانيه طبعاً. وتحس كده ان الاهلي فعلا دفع كابتن رمضان، ودايما كده اجواء النادي الاهلي كلها حب وكلها خير وكلها سعاده، وان شاء الله باذن الله تكمل باذن الله يوم ماتش الاهلي والزمالك ان شاء الله، ونكون فرحانين باذن الله. عيش كده بس، ندوق الفول بتاع الشيف. يعني الشيف بصراحه يا سلام. الموضوع طلع ما طلعش كومو فلاش يا كابتن رمضان. انا كنت متصور ان كنت بغير من كابتن من استاذ عمرو اديب، ف يعني عايز احقق امنياتي من زمان بصراحه. لا ما شاء الله حاجه. احنا كمان بنتمنى المشاهدين الكرام وجمهور الاهلي يعني سحورا شهيا باذن الله، ويا رب شهر كده كله طاعه، وربنا يرفع الوباء وهذا البلاء. يعني ما تعيش الانسانيه الحقيقه، الموضوع مؤلم جدا فكره كورونا، فنسال الله انه يشفي كل مريض وانه السلام يعني يعود الى هذه الارض اللي بتعاني منذ يعني بدايه هذا الوباء. عايز تقول يا فارس؟ انا نفسي مفتوحه. بس والشيف عمل لك فعلا الاسبانيش اومليت. والله. ولكن كابتن رمضان عشان الكاس بتاع 84 للاولويه طبعا، انا ما جبتش بطولات. لا شغل رائع. لا انت وشفنا بصراحه يعني مميز. كل سنه طيبين. انت مدافع قوي جدا. كل حاجه معموله. ربنا يخليك يا كابتن رمضان. احنا يعني تاريخكم والله اللي مدينا الفرصه دي ومدينا الخلفيه اللي احنا بنتكلم بيها. انا مستني الطعميه يا شيف. سمسم استاذ شريف، معلش استاذنك، حلقاتنا مزاجيه بصراحه. ربنا والله ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. يعني بنحاول بس كده يعني مشاركه كده مع زملائنا في قناه الاهلي بعد النهارده. دايما قناه الاهلي بتقدم جديد ومختلف، واستادات يعني بيتعاونوا مع مجلس اداره النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع. حلقه هايله. وهذه الشراكه يعني عملت نجاح كبير، منها قناه الاهلي والمضمون اللي بيقدم يعني. عايز احيي الحقيقه اخويا وصديقي اسلام الشاطر يتولى رئاسه الشركه. طبعا بنبارك له. طبعا اسره النادي الاهلي دايما بتسعى للتطور رئيس القناه. الناس كلها بتعمل مجهود رائع بصراحه. الناس كلها هنا اسره الحقيقه كابتن. طبعا يعني طول عمر النادي الاهلي كده. والله النادي الاهلي مختلف في كل حاجه كابتن رمضان، حتى في اجواء الرمضانيه، حتى في استديوهات، وحتى في تاريخ، وحتى في كل حاجه. طبعا. وده اللي احنا سعداء بيه، حتى بالشيف العظيم ده. طبعا طبعا طبعا. كان في حلقه كانت هايله مع الحاج محمود الشامي. كانت حلقه هايله الحقيقه. لا دايما يوم الاربعاء كده بنحاول نعمل حاجه مختلفه. يعني يكون عندنا فيجر نتكلم معاه عن قضايا، عن صناعه، عن استثمار رياضي. بالظبط. عن نبز التعصب. طبعا طبعا طبعا. لكن بقى الشباب بيمتعونا وبيسعدونا دايما بالحاجات التانيه. احنا شادد كمان كابتن رمضان بينا، يعني بنعتز بيه وكفايه ان حضرتك متابعنا. يعني ده كلام حاجه جميله والله، حاجه جميله. محمد انا بشكرك وانا سعيد ان انا مع حضرتك واستمتعت فعلا
وهشوف حلقه مع كابتن رمضان ان شاء الله. ان شاء الله نجم النجوم الحقيقه المهذب خلوق كابتن رمضان. ربنا يخليك. صحك طيب؟ احنا نسحر مش هنمشي. طيب. لا بس يعني هنودع الناس عشان زمايلنا اللي في الكنترول والمصورين والزملاء كلهم الفنيين الحقيقه اللي عايز يعني يلحق السحور. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده الشريف. سعيد جدا ان انا معاك فارس. وانا والله يا كابتن حقيقي كان ليا شرف. وكل سنه طيبين وكل سنه وكل العالم كله طيب يا ربي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله نفرح يوم يوم المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم الاثنين. ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك. ونشكر حضراتكم وبكره ان شاء الله فريق عمل جديد والاهلي في رمضان. نشوفكم على خير.